بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي في مراجعة ليلة الامتحان ومراجعة ملف الامبورتنت. طبعا أي سؤال بيتعلم باللون الأحمر فهو معنى كده إن هو كان في المنهج القديم وما عادش علينا، ماشي؟ طيب خلينا نبدأ على طول. أول حاجة بيقول لك النون كودينج سيكونس في الـ mRNA. إحنا عارفين يا جماعة إن في الـ mRNA ده طبعا ملف بيجمع كل الـ lectures، ماشي؟ احنا عارفين في الـ mRNA بيبقى عندي اكتر من جزء فيه، ماشي؟ بيبقى عندي فيه جزء اللي هو بيبقى اسمه اكزون. الاكزون ده هو ده كودنج سيكونس، يعني السيكونس ده هو ده بالفعل اللي بيتعمل له كودنج وبعدين بيتحول بقى او بيتعمل له ترانسليشن وبعدين بيتحول لامينو اسيدز وبعدين الامينو اسيدز تتحول لبروتين والقصه دي. يبقى دي الايه، دي الاكزونز اللي هي الكودنج سيكونس. اما النون كودنج سيكونس هي الايه، الانترون اللي هي بتبقى فراغات كده ما بين الاكزونز، ماشي؟ طيب يبقى لو هو قال لي نون كودنج سيكونس يبقى ايه، انترون. اما لو هو كودنج سيكونس يبقى هيبقى الايه، الاكزون. تمام كده، حلو جدا. طيب بيقول لك الكواليتي والكوانتيتي اوف انفورميشن، يعني جوده وكميه المعلومات اللي بتبقى موجوده في البوزيشن سبيسيفيك سكورنج ماتريكس بتتغير لكل ايه. طبعا هنا هي بتتغير لكل كولوم، احنا يعني لكل عمود. ليه بقى؟ احنا كده لو رجعنا، بصوا كده يا جماعه، احنا كده لو رجعنا هنا وقلت لك هنا شوف كده، شوف العمود دهوت والعمود ده، هتلاقي ان القيم دلوقتي بتختلف دايما بناء على ايه؟ بناء على البوزيشن. يعني احنا اصلا بنتكلم في كل انواع الماتريسز دهيت اللي هي كل انواع المصفوفات دي، بنتكلم ان احنا بنوصف كل بوزيشن بالمعلومات اللي فيه عامله ازاي، عنده مثلا كام ايه، الاحتماليه الايه فيه كام، مش عارف ايه الكلام دهوت. وبالتالي عدد وجوده الايه المعلومات عموما بتختلف على اختلاف الايه، العمود، عشان العمود هو اللي بيعبر عن الايه، عن الـ عن البوزيشن معين. فده هو عند البوزيشن الاول اللي هو عند اللي هو العمود الاول، ده العمود الثاني اللي هو بيعبر عن البوزيشن الثاني وهكذا، تمام؟ وبالتالي بيختلف على حسب ايه، على حسب كل كولوم. طيب رقم ثلاثة بيقول لك the specific linear sequence in which the transcription factors bind to. يبقى زي ما احنا اتفقنا ان انا كان عندي حاجة اسمها الترانسكريبشن فاكتور. لو حد فاكر كده تعالوا كده نرجع على الحتة دهيت. يبقى الترانسكريبشن فاكتور، وخلي بالك ليه اختصار اللي هو تي اف، بيقول لك اللي هي بتشتغل كانها اكتيفيتور عشان تبدا او تاكتيفيت الجين اكسبريشن، او انهابيتور اللي هو بيبريفنت الجين اكسبريشن. يبقى خلي بالك ده برضو ممكن يجي كام سي كيو، تمام؟ ولكن الفكرة اللي انا عايز اوضحها هنا ان هو ان دايما علشان عملية النسخ تبدأ، عشان عملية نسخ الدي ان ايه تبدأ، اللي بيحصل كالآتي، ان الترانسكريبشن فاكتور دهوت بيروح بيرتبط في اماكن معينة اسمها ايه، اسمها بايندينج سايتس. اماكن بايندينج سايتس دهيت بتمثل ايه، ركز معايا كده في الكلمة دي، ريجولاتوري ريجن. يعني ريجولاتوري ريجن يعني اماكن تنظيمية، تمام؟ يعني اماكن بتنظم الترانسكريبشن بتاع الايه، بتاع الجينز، ماشي؟ يبقى البايندنج سايز دهيت موجوده في الريجولاتوري ريجن، والترانسكريبشن فاكتور بيرتبط بالايه، بالبايندنج سايز دي، تمام؟ واحنا بنسمي البايندنج سايز دي ايه، الموتيف، تمام؟ يبقى دي اكتر من كده كام معلومه ممكن يجي عليها ام سي كيو. اول حاجه اللي هي السؤال هنا اللي هو كان بيقول لك ايه، ان هو ان الترانسكريبشن فاكتور بيبايند تو ايه، الريجولاتوري اليمنت، تمام؟ ممكن برضو ما يكونش كاتب regulatory element، ممكن يكون كاتب ايه، ممكن يكون يكتب مثلا الموتيف اللي يبقى تنفع، ممكن اللي هو يكون كاتب binding sites اللي يبقى تنفع. يبقى كل الحاجات دي تنفع، ماشي؟ طيب يبقى هو اصلا البايندنج سايتس دي بتكون موجوده في نفس المنطقه بتاعت الريجولاتوري ريجن، تمام؟ والبايندنج سايتس هي الايه، هي الموتيف، تمام كده. طيب رقم 4 ورقم 5 زي ما اتفقنا دي الجوريزم اصلا مش ايه، مش علينا خالص، ما خدناهمش يعني. طيب بيقول لك رقم 6 which of the following is not a form of RNA. طبعا السؤال ده هو سهل جدا، احنا عارفين ان احنا عندنا mRNA tRNA rRNA، يبقى دي كلها كانت انواع من الايه، من RNA، ولكن ما كانش في عندي حاجه خالص اسمها qRNA. رقم 7 بيقول لك which of the following about Gibbs sampler is untrue. طبعا untrue يعني false، ماشي؟ فهو انت هتفضل تقرا كده اكتر من طريقه، هتلاقي سوري اكتر من choice. هتلاقي مثلا اول حاجه بيقول لك دي عباره عن statistical method عشان تلاقي الموتيف. شوف كده الطريقه الثانيه بيقول لك dissimilar to the principle of the EM method، يعني هي بيقول لك اللي هي مختلفه عن المبدا بتاع الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن ميثود. وده غلط. ليه؟ علشان يعني هي بالفعل جيبز شبه الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن في حاجات كتير جدا، حته ان هما الاثنين اصلا عباره عن طرق احصائيه علشان تلاقي مكان بدايه الموتيف. فهو ازاي هنا بيقول لك ان هي مختلفه تماما عن الايه، عن البرنسبل بتاعت الاكسبكتيشن ماكسمايزيشن؟ فهو طبعا دي الحاجه الوحيده اللي ايه، اللي هتبقى انترو، ماشي؟
طيب حتى انت لو قرأت باقي الاختيارات هتلاقي اللي هي ايه يعني تنفع صح يعني، فاهم قصدي؟ طيب رقم 8 بيقول لك what is the length of a motif in terms of amino acid residue، يعني هو بيقول لك ان هي بتبقى اللينس بتاع الموتيف بيبقى قد ايه. فهو طبعا اللينس بتاع الموتيف دايما بيبقى اللي هو صغير، بيبقى من حوالي 10 ل 20، ما بيبقاش كبير خالص. ماشي دقيقة كده اتأكد من السؤال ده. هوت تمام، هو بالظبط طلع صح. بيقول لك فعلا ده كان سؤال جاي من ساوند فاوندري، ممكن حد برضو يبقى يبص على الأسئلة دهيت. اللي هو بيقول لك ان فعلا التيبيكال موتيف بيبقى من حوالي عدده كده من حوالي من 10 ل 20 امينو اسيد. تمام كده حلو. طيب رقم 9 بيقول لك given the parameters of HMM، يعني انا دلوقتي طبعا عندي parameters بتاعت الـ hidden Markov model. تمام كده بيقول لك عشان اقدر احسب الـ probability بتاعت الـ output sequence معين، يعني انا دلوقتي عايز الاقي الـ او عندي دلوقتي مجموعة ايه، عندي مجموعة observation، يعني انا عندي sequence معين مثلا A A C C G C مش عارف ايه كده sequence معين. تمام، وعندي الـ parameters بتاعت الـ HMM اللي هي hidden Markov model. انا دلوقتي عايز اشغل طريقه او الجوريزم، الالجوريزم ده هي تقدر اللي هي تحسب لي اللايكلي هود بتاعت السيكونس ده، او تحسب لي البروبابيلتي بتاعت السيكونس ده. يبقى دي زي ما احنا كنا اتفقنا ان هي كان حاجه اسمها الفورورد او الباكورد بروسيجر. يبقى لو حد كان فاكر في الهيدن ماركوف موديل احنا اتكلمنا على حته مهمه جدا اسمها الايفالويشن بروبلم، صح؟ يبقى الايفالويشن بروبلم فكرتها ايه؟ فكرتها اللي انت بتشوف اللايكلي هود او البروبابيلتي ان السيكونس دوت عمله جنريتد من الايه، من الموديل. ماشي، وزي ما احنا كنا اتفقنا ساعتها اللي انت عندك طريقتين، اللي هي طريقه الفورورد الجوريزم او عندك الايه الباكورد الجوريزم، وبالتالي طبعا هنا الاجابه هتبقى فورورد او اللي هي الباكورد بروسيجر. ماشي طيب شوف بقى السؤال اللي بعده بيقول لك given the parameters of HMM، يعني انا عندي parameters بتاعت HMM. حلو جدا. To compute the most likely sequence of hidden states، يبقى انا دلوقتي لما انا حسبتها بالفورورد او الباكورد طلع لي يعني طلع لي مثلا اكتر من حل، يعني قال لي مثلا اللي هو ايه، حتى لو حد فاكر هنا احنا اصلا كان ايه اللي دخلنا في الحاجه التانية، اللي انا لقيت باسز كتير جدا تنفع، لقيت مثلا لما انا جربت هنا لقيت ده ينفع ولقيت ده ينفع ولقيت ده ينفع ولقيت ده ينفع، لقيت حاجات كتير ينفع. ازاي احدد افضل باس فيهم؟ ازاي احدد اللي هو الموست لايكلي سيكونس؟ يبقى دي ساعتها بيبقى الايه الفايتر باي الجوريزم. تمام، يبقى عرفنا الفرق ان الفورورد او الباكورد الاثنين بيعملوا ايه، الاثنين بيشوفوا اللايكلي هود بس. تمام، لاي باص، ولكن الفايتر باي بتجيب لك الموست لايكلي باص. ماشي طيب، طبعا احنا حلينا امثله عليهم وهنحل ان شاء الله برضو هنايا. بيقول لك they are can possible stop codons، طبعا دي احنا تلاقينا عارفينها اصلا من الاحياء، احنا عندنا ثلاثه ايه، ثلاثه stop codons. ماشي طيب ستوب كودون دي معناها ان هو طبعا اول لما احنا بنيجي عند الستوب كودون دوت بنوقف الايه عمليه الترانسليشن يعني. طيب بيقول لك most genes use A as the translation start codon، يعني هو بيبدأ الترانسليشن من أي كودون. طبعا احنا عارفين ان الكودون دوت عبارة عن 3 نيوكليوتايدز، تمام، اللي هو 3 بيزز يعني، وبالتالي هو معظم الجينز بداية او الكودون اللي بيبدأوا من عندهم الترانسليشن اللي هو الـ AUG. ماشي، يبقى دي شوية معلومات نعرفها. هل هي موجودة في السلايد بشكل مباشر؟ مفيش، ولكن احنا الحمد لله احنا بنعرف، يعني حاجة كويسة اللي احنا بنعرف الأفكار اللي ممكن تيجي أو بنعرف الأسئلة اللي ممكن تيجي. طيب البي دبليو ام بريفير تو ايه؟ طبعا السؤال ده هوت كان موجود على السيستم غلط. تمام، ولكن انا دلوقتي هقول لك اللي هو تتصرف ازاي مع سؤال زي ده. مبدئيا البي دبليو ام هي اختصار لبوزيشن ويت ماتريكس، مفيش اي حاجه في العالم كله ولقيتها خالص اسمها، ما لقيتش اي حاجه خالص اسمها بروموتر ويت ماتريكس. ماشي، يبقى دي غلط ودي طبعا برضو غلط ودي طبعا برضو غلط. ماشي طيب، امال هي المفروض تبقى ايه؟ بوزيشن ويت ماتريكس. يبقى هي المفروض الاجابه الصح ايه؟ نون اوف ذيز. طيب الفكره بقى ان اعتقد كانت جت في على السيستم ان هي غلطه، ان هو ما كانش موجود نون اوف ذيز، كان في اختيار رابع. تمام، ساعتها احنا اخترنا بروموتر ويت ماتريكس. فهو مبدئيا انا من وجهه نظري، شوف بقى انا هنا بقول من وجهه نظري علشان ايه، دي غلطه، دي غلطه في السؤال. انا من وجهه نظري لو في الاختيارات في نون اوف ذيز نختارها. ليه؟ علشان هو الاختيار الصح هو البوزيشن ويت ماتريكس. ماشي طيب، لو مفيش نان اوف ذيس، لو اربع الاختيارات ومفيش الاجابه الصح اصلا الاصليه اللي هي البوزيشن ويت ماتريكس، نعمل ايه؟ اكيد اللي احنا هنختار بقى بروموتر ويت ماتريكس عشان هي اقرب واحده الى الايه، الى الصح. ولكن خلي بالك ده غلط ده غلط ده غلط. امال الصح ايه؟ البوزيشن ويت ماتريكس زي ما جت في السلايد بالظبط، وبالتالي الصح هنا في السؤال دهوت ايه؟ نان اوف ذيس. تمام كده حلو.
طيب بيقول لك رقم 14 الـ EM algorithm، طبعا احنا عارفين اللي هي expectation maximization، كانت بتتكون من 2 steps، اول خطوة الـ expectation، تاني خطوة الـ EL maximization. وعرفنا ان expectation انا كده بابديت الـ variables بتاعتي او بابديت الـ data، والـ maximization انا بعمل aligning بشكل افضل وبابديت الـ parameters بقى، يعني بابديت الـ parameters نفسها. ماشي؟ طيب البروتين كودينج جينز كفرز اقل من 2%، ودي برضو ما لقيتهاش في السلايد فانا جبتها من على النت. يعني قال لك ان الجينز اللي بتعمل كودينج للبروتين بتبقى اقل من 2%. ماشي؟ محدش يجيله احباط لما يلاقي حاجات هو ما يعرفهاش او الكلام ده هوت، يعني افرح اللي احنا بنعرفها دلوقتي احسن ما نعرفها في الامتحان. يعني احنا كده بنقلل الايه، يعني ايه كده اللي احنا بنكون جاهزين اكتر، يعني فده حاجه كويسه. فالمهم يعني طبعا البروتين كودينج جينز، يعني الجينز اللي بتعمل كودينج للبروتين اقل من 2% بس. ماشي؟ طيب is connected to DNA was forwarded step by step to perform pre-mRNA، زي ما احنا كنا اتفقنا اللي احنا عشان نكون ال mRNA اللي هي في عملية الترانسكريبشن، يعني فهو كان في عندنا انزيم اسمه انزيم ال RNA، ده هو اللي بيبدأ اللي هو يتعمل له فورورد على الهيليكس عشان يبدأ يكون ال mRNA، يبقى هو اسمه بوليميريز RNA، اللي هو RNA بوليميريز، وده عبارة عن ايه؟ انزيم. يبقى هو عبارة عن انزيم كل وظيفته ان هو يبدأ اللي هو يعدي على الهيليكس، يعني يعدي على الاستراكشر بتاع الدي ان ايه واحدة واحدة كده، ويبدأ يكون الايه البري ام ار ان ايه. ماشي؟ طيب او بيساعد على تكوين البري ام ار ان ايه، ده للألق يعني. رقم 17 بيقول لك البيلدينج بلوكس اوف بروتينز، طبعا هم احنا عارفين ان هي 20 ناتشرالي اكيرنج امينو اسيدز، يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان البيلدينج بلوكس طبعا احنا عارفين اللي هو امينو اسيد، صح؟ يعني البروتين بيتكون من ايه؟ بيكون من امينو اسيد. حلو جدا. كم بقى عندي كم امينو اسيد؟ عندي 20 امينو اسيد، تمام كده؟ يبقى 20 امينو اسيد. طيب فور بروتين سكندري ستراكشر، دي طبعا كان قصده بريدكشن، تمام؟ وي كان يوز ايه؟ مش بروتكشن. وي كان يوز، طبعا احنا ممكن نستخدم الثلاثه. خلي بالك من حاجه، ان احنا في الغالب زي ما انا كنت قلت برضو ان المنهج اختلف عن السنه اللي فاتت، احنا ما عندناش حاجه اسمها بروتين سكندري ستراكشر، تمام؟ ما عندناش حاجه في المنهج اسمها بروتين سكندري ستراكشر خالص. ولكن لو جات لنا نعملها ايه؟ all of these. ماشي؟ طيب رقم 19 بيقول لك what is the regulation genes، هي ايه اصلا ال regulation genes اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شويه؟ يبقى زي ما احنا كنا قلنا ان هي بتبقى فكرتها اللي هي ايه، بتقول لي او بتقدر اللي هي انت من خلالها اللي انت بتعمل مثلا ايه، تقول احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نكاري البروتين ده هو دلوقتي، يعني احنا محتاجين نبدا ترانسليشن دلوقتي، محتاجين ان احنا نوقف شويه. فهو الفكره كلها ان هو بيبروفايد مجموعه انستراكشنز عشان نكون الايه البروتين. ماشي؟ كانها تعليمات، كانها امور تنظيميه. طيب بالنسبه للسؤال دوت، خليه بقى ده طبعا كل ده هو بقى جزء الاسئله. لاحظ حاجه ان السؤال ده هو ده بتاع الفايتر باي الجوريزم. ماشي؟ رقم واحد ان هو ده اللي احنا حليناه بالظبط في المحاضره بنفس الارقام، بس احنا هنحله تاني ان شاء الله دلوقتي مع بعض برضو عشان ناكد عليها، يبقى على الاسئله يعني دي حاجه. حاجه تانية ان هو هنا وصل للثيرد بوزيشن بس، يعني هو اكيد ما قالكش ان انت تكمل لغايه الفايتر باي لاخره، لا هو قالك بس لغايه الثيرد بوزيشن، يعني احنا هنشوف لغايه الثيرد بوزيشن بس، دي حاجه كويسه. بالنسبه برضو لمساله نوسينوف، هو برضو في النوسينوف الجوريزم هي نفس الماتريكس بنفس السيكونس اللي جن، بس ده برضو مش معناها ان احنا نحفظ او نبصمج او غيره، لا طبعا احنا نفهم ونعرف الموضوع جه ازاي. ده السؤال بقى اللي هو يعني ده السؤال الناقص. ناقص ليه؟ علشان هو في تركايه كده، مش تركايه بس، هو في حاجه ما اتقالتش في المحاضره، هبقى اقولها ان شاء الله في الفيديو الجاي مع الباقي الاسئله.